بفقرة اسمع مني لليوم بصيرنا استقبل المعالجة النفسية ديالا عتيني. أهلا وسهلا فيك ديالا، صباح الخير. مبسوطة أشوفك اليوم ونتناقش سوا بموضوع كتير شائع، كتير كتير منحسه ومنعمله ومنسمع فيه حوالينا، وحتى أولادنا والكبار، وخصوصا يمكن هلأ بالظروف اللي عايشينا بيزيد. هو موضوع التفكير الزايد، صحيح، أو هيك أنه نعيش أوقات بدوامة فكرة أما من الماضي أما من المستقبل، ومننسى نحن شو عم نعمل هلأ بهالوقت الحالي. مزبوط. أول شيء خلينا نعرف أي متى بيصير تفكيرنا زائد، يعني راح على التطرف. مثل ما قلت، كنا عنا لحظات بحياتنا بدنا نفكر فيها، بنحب نخطط، بنتذكر بعض الأمور بالماضي، ولكن بيصير التفكير زايد كتير وقت واحد بحس حاله عم بيعلق على كتير أمور منه قادر يغيرها، على كتير أمور حصلت بالماضي، علق بهالدوامة السلبية، أفكاره كتير عم بتكون سلبية، عم بيرجع بيخلق سيناريوهات كتير، يعني لو أنا تصرفت بغير طريقة، إذا كان الوضع غير، بركي كان فيه، بعلق كتير بتفكيرات الماضي، بيكون عندي حتى تفكير بالمستقبل، كترة التفكير بالمستقبل اللي هو خلص بنسيني الوقت الحاضر، وكمان بفوت من سيناريو لسيناريو، يعني هذا الوات اف بحط فكرة معينة، إذا صار هيك شو بعمل، وبركي ما صارت، ويمكن ما يصير شيء من كل يلي أنا بفكر فيه، يعني فكرة بتوصلني على فكرة أكبر، بتوصلني على حلقة سلبية، وبصير عندي كتير نظرة تشاؤمية للأمور. كمان في تفكير زايد بيكون بتحس الشخص في تردد كتير، لأنه عم بيحط عقوبات كتير، عم بيحط مصاعب كتير، عم بيفكر بمشكلة ورا مشكلة بدل ما يلاقي الحل. فأنا بخلق بيكون بي مشكلة معينة، بصير بركي في عدة مشاكل أخرى بتوصلني لعدم أخذ القرار، وبالعكس بفوت بالعكس بهالكترة التفكير الزايدة. حتى ديالا سؤال هون، التفكير الزايد دايما بيكون سلبي، يعني ولا مره نحن بنعلق بتفكير ايجابي؟ لانه هين العقل دائما بيرجع للامور اكثر السلبيه، والمشكله بيكون واحد بفكره معينه بس خلص بيصير بفتش على الامور السلبيه وبتكبر اكثر، بيصير في تعميم عام للافكار السلبيه، بيصير في تضخيم للامور، بنفوت بتشوهات فكريه كبيره يلي هي بتكون ناتجه عن فكره، ولكن واحد بفوت من فكره لفكره بتزيد الامور كلها، وخاصة أنه بتأثر على التهاب بالنفس، بيصير واحد بينظر للأمور اللي هو ما بيقدر يغيرها، الشخص اللي عنده كنترول بحب هيك عنده أنه يسيطر على بعض الأمور، بيفوت بتركيز على الأمور اللي هو ما بيقدر يغيرها، ما بيقدر يسيطر عليها، وبالتالي بتأثر على الثقة بالنفس. نعم. معقولة تأدي كتير لوسواس، كتير أشخاص عندهم فكرة واحدة بيضلهم بيفكروا فيها مرارا وتكرارا، بتأثر على النوم، خلاص أكترية الأشخاص بتحس إنه قبل ما يناموا كل زادت التفكير، وما بيقدروا راسي ما بيفضل، صح. وفي أشخاص معتبرينا بركي كإجابة أنه أنا بفكر كتير باعتبار أنه أنا إذا فكرت معناتها أنا رح لاقي حل أو معناتها أنا عم بعمل شيء، ولكن فعليا لا، كثرة التفكير مثل اللي عم بيركض محله، مثل اللي عم بيتعب حاله محله، ما عم بيقدر يوصل لحل، ما عم بيقدر ينظر لعدة أمور أخرى، يعني علق بهالتفكير وروح اللحظة الحاضرة ما بين كترة أنه يعطي الهم المستقبل وما بين علقان بلوم الماضي بندم الأمور اللي صارت قبل، تحمل حاله ذنب يمكن، تصير مشاعر سلبية كمان تجي واحدة ورا التانية، ودائما منقول أخطر شيء الذنب لأنه بيوصل كتير لأضطرابات نفسية مثل الاكتئاب. هذا بدي أسألك يا ديالا، يعني ممكن التفكير الزائد يوصلنا لاضطرابات، لمشاكل نفسية بدها علاج بالآخر؟ يمكن تبلش بفكرة أنه شخص كتير مثلا مثالي، حابب الأمور كتير تكون بطريقة معينة، بيفكر فيها كتير، ولكن من بعدها يوصل لوسواس. في أشخاص يمكن يكون عندهم البرفكشنس واللوم كتير قوي، بيفوتوا بذنب كبير، هالذنب واليأس وكترة التفكير بالماضي، ولو قدروا يغيروا بيوصل لاضطراب الاكتئاب. في أشخاص كتير بيحطوا سيناريو بركي بيقدروا يغيروا المستقبل، إذا يعني بيحطوا لك إنه إذا صار هيك معقول أعمل هيك، ولكن إذا تغير الموضوع، وبالتالي كترة التفكير بالمستقبل بده يودي للقلق. مع هالاضطرابات الكبيرة اللي هي عم بتأثر على النفسية، بتأثر على التركيز كتير، أنا ما بقى عم بنتبه هلأ فعلياً
كيف عم بقضي وقتي، كيف شغلي، بتأثر كتير على علاقات، بتكوني مع أشخاص عم جربي تحكي معهم وهن كتير بالهم منه معك، بالعكس عم بيفكروا بأمور كتير، بتأثر حتى على الشغف إنه واحد يعمل شيء. كتير أشخاص ما بعودوا بدهم يجربوا مثلا عمل معين، يشتغلوا على بروجي لأنه فاتوا بهالدوامة وخافوا، صار في كتير تردد، صار في هيك بيبيحدوا بينسحبوا كتير من أنه يجربوا أمور جديدة بحياتهم، معقولة تأدي لانعزال، معقولة تأدي لانطواء الشخصية، تأدي حتى لأوجاع جسم. يعني كتير أشخاص بتحسين كترة التفكير صار في وجع راس، صار في وجع معدة، صار في هالألام اللي واحد كله بسبب زيادة الستريس اللي هو زيادة الكورتيزول اللي أدى لأوجاع كبيرة وأدى لاضطرابات نفسية كبيرة. نعم. ديالا، قبل ما نحكي شوي هيك عن نصائح ممكن واحد قبل ما يفوت بهالدوامة الكبيرة ويصير بده علاج يعني مباشر بنقدر يعني نفيدهم اليوم بوجودك معنا، هل هناك شخصيات هي يعني معرضة أكثر من غيرها أو هي أكثر بتفكر؟ صحيح، في أشخاص بيكونوا حساس، عنا الحساسية المفرطة بتأدي لكثرة التفكير كمان، يلي هي بياخدوا الأمور بيصيروا بيفكروا عن الشخص الآخر، بركي كان قصده هيك، معقولة يكون فكر بهالطريقة. هل التفكير عن محل الشخص الآخر والتحليل الزايد، في عنا شخصيات بتحلل أكثر، بتعلق بفكرة التحاليل كمان، معقولة يكون عندها تفكير زايد. الأشخاص اللي عرضة للوسواس القهري بيعلقوا بتفكير معين، الأشخاص اللي عندهم يمكن قبول أو ميول للاكتئاب أو لكثرة القلق والأرق مينة بيوصلوا لكثرة التفكير، وحتى الأشخاص اللي عندهم ستريس كبير بحياتهم بيلجأوا يمكن للتفكير الزايد، وبعض الأشخاص اللي هن ما بيعرفوا حالهم ما بيعرفوا شخصيتهم بجربوا يهربوا، وأمرار كثرة الهروب من التفكير بالعكس بتودي لتفكير زيادة. يعني أنا زقت لحالي اليوم ما بقى بدي أفكر، ما بدي أفكر، بلاقي حالي عم فكر زيادة. فهيدا كمان نقاط مهمة إنه واحد ينتبه له ويعرف حاله أكثر. كل ما شخص عرف حاله أكثر كان واعي على الأشياء الإيجابية بحياته، كان واعي على قدراته، كان عنده ثقة بحاله أكثر، وكان عنده إيمان إنه في أمور بدي أنا خلص سلم أمري، ما بعرف ما فيني أتحكم فيها، بعدين أنا ناطرة يمكن تصير يمكن ما تصير. يعني هيدا التفكير الإيجابي هون. صحيح. كيف شو ممكن يعني هيك نحسن إذا نحن كنا من هالناس هلأ اللي عم بيسمعونا عنا هالتفكير، وصلنا لمحل قلقين، أوقات كتير منعيش كآبة مثل ما قلت، منسحب من الحياة، أو يمكن نحن أهل ملاحظين على أطفالنا هالموضوع، يعني في مراهق منحسه بيفكر أكتر من خيه أكتر من أخته، بخطط كمان، يمكن تربيتنا بتأثر. صحيح. أول شغلة قلتي أنه أنا بدي أنتبه وبدي يكون عندي وعي، بدي أعرف أنا إمتى عم بفكر أكتر شيء، شو المواضيع يلي عم بفكر فيها كتير، هل في موضوع معين عم بيشغل لي بالي دايما، هل أنا معتبر أنه كترة التفكير هو نوع من شخصيتي، لأنه أنا إذا بقول أنا من أوفر ثينكر خلص حطيت حالي بفكرة يعني صعب يغير. صحيح. فأول شيء بدي انتبه أنا قدي عم بفكر، شو المواضيع اللي عم بفكر فيها، قدي عم بتأثر علي بعد ما فكر، هل عم بتصير نفسيتي تعبانة أكتر، هل عم بحس حالي هيك في إحباط معين، هل عم بلجأ للاستسلام. نقطة كتير مهمة إنه يكون في وعي، ليكون في وعي الأفكار كتير بتروح وبتجي، كتير مهم إنه نكتب الأفكار. يعني كتير أمرار بنقول إذا الفكرة ما كانت على الورقة والقلم ما بتاخد حجمها، بتصير كتير بتكبر بالدماغ وخاصة قبل ما ننام. مشان هيك إذا واحد بيقدر ياخد يكون عنده هالنوت حده يكتب الفكرة لحتى تروق شوي الفكرة لحتى ما تكبر كتير بالدماغ، وبعدين شوي شوي شوف هالفكرة هل يا ترى صحيح. يعني أنا كتير أمرار بصدق الفكرة بسرعة لأنه بتجي أوتوماتيك وبتجي هيك سريعة بصدقها، ولكن فعليا هل مزبوطة؟ يعني مش كل شيء عقلنا كتير بيخدعنا أمرار. فأنا بس إذا بنتبه شوي وبرجع بسأل حالي هل يا ترى هالفكرة مزبوطة، لا أقدر أسأل حالي بدي بيعد الفكرة عني. يعني بدي أعرف أنه أنا عم بحكي مع الفكرة، هالفكرة ما هي اللي عم بتسيطر علي، مش هي اللي، مش أنا الفكرة، ما بدي صدقها بسرعة، بدي أعطي هالمجال شوي أنه بيعد الفكرة عني لحتى أقدر أطلع فيها بموضوعية لحتى ما صدقها دغري. وهي لا أقدر أعمل هالشي بدي تكون واضحة قدامي، بدي أكتبها، بدي حسها وشوفها. صحيح. وفكر فيها، فكر باللي كتبته، لأنه أوقات يمكن طريقة التعبير
تعبيرنا عن الفكره ما هي ذاتها. من هون كنت عم بتقولي ديالا انه انا لازم افكر هل صحيح حتى اللي كتبته، هل صحيح وعنده هالقد يعني وقع هالفكرة اللي أنا عم فكر وهل فيها؟ ضروري أفكر فيها؟ يعني كتير أمرار بحس أنه أنا إذا فكرت فيها، طب أنا إذا عارف ميز، إذا بقدر ميز بين الأمور اللي أنا بقدر غيرها والأمور اللي لازم أقبلها. وهذا كمان نوع من التمرين واحدة بيقدر يعمله لحتى يفرق بين الأشياء اللي بيفكر فيها وبيركز عليها ولا هل كمان أفكاري عم بتكون تركيزاً على المشكلة ولا لا أنا عم جرب لقى حل. يعني فتت بإعادة المشاكل، تضخيم الأمور، التشاؤم، أو عم جرب لقى كل فكرة بدي جزقها للاقي لحل. وهون كمان بدي وعي، ليكون عندي وعي بدي يكون عقلي هيك ذهن شوي صافي ورايق أكتر، اللي هي نلجأ للتنفس كمان. كتير أشخاص ما بنعملها مع أنه أهميتها كتير. منقول إذا صار في أكسجين بدماغ أكتر، صار في هالكلاريتي، صار في هال يعني سهولة أنه أقدر أشوف الأفكار، ارتحت شوي نفسيا، خففت شوي من ليفل الكورتيزول والسترس، وبالتالي قدرت أفكر بالأمور شوي بطريقة هيك واقعية وغير تشاؤمية وما بدي زيدها. مثلا إذا جربت أكتبهم، جربت أوعى شوي على شو هني هالأفكار، جربت أتنفس شوي، وحتى أمرار إذا حسيت حالي كتير عم بفكر بهيدي مثلا الفكرة بدي أبعد، لأبعد يمكن بروح بمشي لحتى المشي كمان بخفف بزيد الأندورفين اللي هي هرمون السعادة اللي بخليني أكون مرتاح أكتر، وبالتالي ببعد شوي عن كثرة التفكير، بلهي حالي بشي مهم، يعني بلهي حالي برياضة، بلهي حالي بعمل معين تاني، بعرف انه انا بدي ركز على شيء بدي اوصل له، عندي هدف معين وبدي امن انه مزبوط انا بقدر يعني ابعد شوي عن كثرة التفكير. هو النقاط اللي هيدا بده مجهود كمان ديالة، يعني ما فيني انا اسمع اليوم يعني هالنصايح بدون ما اكون اخذ قرار صحيح. وعندي الول والإرادة انه انا بدي عالج هالشيء، لان ممكن يتفاقم مثل ما قلتي وفوت بدوامة اضطراب نفسي يمكن اوقات مرض يعني صحيح. لا سمح الله. هل بتنصحي الاهل يتعاملوا بنفس الطريقة مع الاولاد؟ يعني هل هالنقاش يلي هلا عم يدور تنصح الأهل يعملوه أو يتركوا أولادهم يكتبوا كمان أو يجربوا يلهوهم؟ مزبوط. تعرف الأهل أمرار خوفة على الأولاد بيقولوا لنا خلص ما بقى تفكر، أو بدنا نمحي الفكرة، أو من جرب ما نسمع لهم مشاعرهم لحتى خوفة عليهم من كثرة التفكير. ولكن إذا قلنا للشخص ما يفكر ما رح نساعده بهالطريقة، يمكن نرجع نقول له خلينا ناخذ مسافة معينة نطلع كل هول الأفكار، ولكن من بعدها أنا بدي لاقي هدف أعمله، بدي يكون عامل شيء إيجابي، شيء بيفرحني. فإذا أنا بطلع هالطاقة بطلع التفكير، ومن بعدها ضغري تما تاخذ الأمور كلها بدي أعطيها وقت معين. يعني مهم أمر نقول في وقت للتفكير، ولكن أنا ما لح فوت بالدوام الأكبر. الشغلة تانية بيقدروا يعززوا لهم ثقتهم بنفسهم كتير، لأنه كل ما كانت الثقة بالقدرات الإيجابية، كل ما قالوا لهم اكتبوا الأمور اللي أنتم بتحبوها بحياتكم، اللي أنتم ممنونين فيها، النقاط الإيجابية، الأمور اللي أنتم حابينها، هيك عم بعلم شوي العقل أنه أنا بدل ما ركز كتير على كثرة التفكير السلبي بلجأ شوي للتفكير الإيجابي، بشوف الأشياء اللي أنا بحبها بحياتي، الأشياء اللي أنا بقدر أطور نفسي فيها، بدل ما أقول أنه أنا ما بقدر أو أنا ما عم بعرف. بالعكس بركز كتير على كتابة النقاط الإيجابية، حتى الأهل بيقدروا يكونوا نوع من القدوة، أنه أنا بعرف مثلا إذا في شيء بالمستقبل كتير يعني عم فكر فيه، هل بقدر أجل شوي التفكير؟ يعني أنا إذا عطليني هم شغلة بدها تصير بعد شهرين، بعد في وقت، وبالتالي هلأ بلاقي هدف اليوم أقدر ركز عليه، بركز على الأمور اللي أنا بقدر شوي أبنيها شوي شوي، وبعطي مجال للوقت بعدين بهالتفكير. يمكن يجيب لي هو الحل. مزبوط. حتى الوقت حمد أمرار وقت بيعت كمان عن الفكرة بلاقي أنه مش هالقد بده أنه ركز عليه. شوف أهين أسهل يمكن. صحيح. ووقتها يجربوا حتى الفكرة الكبيرة أنا ما بدي صدقها بسرعة، وبنفس الوقت ما بدي حاربها، بدي أتركها تمرق هالمرور الكرام ما تخليها تأثر علي، لأنه إذا أثرت علي أو كتير حاولت أنه أقول ما بدي أفكر أو يعني
حاربتها بدها تأذيني، وبنفس الوقت إذا صدقتها كمان بدها تأذيني. فكيف بدي أعرف شوي أتركها على جنب، أترك الفكرة تروق، إلهي حالي بأمور تانية، وخاصة الأولاد اللي أمرار عندهم اللوم كبير أو الذنب هو البرفكشنست كمان بتأثر كتير عليهم. كيف بدي يكون أتعلم شوي الكمباشن، إنه يكون عندي محبة للحالة؟ هو الأمور اللي بتقدر بي كمان أبراليل، بدل ما ركز بس على التفكير بكون عم بشتغل عليها، لأنه حب النفس وهيك الرفقة بالنفس كتير بتساعد عقلة التفكير. الإيمان كمان بيساعد إنه واحد ما يفكر كتير. الشعور بأنه أنا بدي أعيش اللحظة هلأ، كمان التركيز على أمور بحبها، تركيز على هدف معين اشتغله بيساعد على إنه خفف من التفكير. هالعلاقات الإيجابية مع الأشخاص، إنه نحكي بأمور عن جد تخلينا نطمح، نكون عنا أمل، نطور حالنا، كمان بتكون عم تبعدنا شوي عن كثرة التفكير. بعض العادات أنا وقتها أعرف إنه بالليل إذا عم فكر كتير بدي بعيد شوي، بدي ركز على أمور تانية، بدي أقرأ شوي أكتر لحتى أبعد عن السلبيات قبل ما نام. هالحركة بالنهار، هالتنظيم الوقت، كلها أمور عادات بتساعد بيلهيلي راسي وأفكاري. صحيح. حلو، شكرا ديالا عيتانية، إن شاء الله يكونوا استفادوا المشاهدين. وبالنهاية بده شغل، يعني الموضوع حالنا بده قرار وشغل، بده قرار وبده شغل، بس نبلش نكتبهم طبعا طبعا ونعرف نوعها للفكرة وللمشكلة. شكرا لك ديالا عيتانية.